هابطة من السماء الزرقاء بين الجبال، هكذا وصف الأديب الروسي ماكسيم غوركي بحيرة سيفان. حسناء أرمينيا ترتفع أكثر من 1900 متر فوق سطح البحر بمياهها النقية والعذبة ومساحتها التي تتجاوز 1000 كيلومتر مربع تثير الدهشة والاستغراب، خصوصاً حين يمتزج لونها الأزرق بالأبيض، المزيج الفريد بين مساحتها ومياهها وموقعها بين الجبال جعلها مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم. هناك فنادق ونقدم لهم كل ما يحتاجون إليه ليرتاحوا ويمضوا وقتا ممتعا. ضيوفنا من إيران ولبنان وروسيا، ولدينا ضيوف من الهند وإيطاليا وفرنسا ومن كل أنحاء العالم، كلهم يزورون سيفان ويغرمون بها. الآثار التاريخية والأديرة التي تعود إلى أكثر من 1000 عام تضيف جمالا على هذه البحيرة التي تعد من أكبر البحيرات على ارتفاع عال في العالم. سيفان جميلة جدا، جميلة جدا. جئت إلى هنا لأني سمعت أن بحيرة سيفان من الأماكن الجميلة وأن لها تاريخا قديما. سمعت كثيرا عن بحيرة سيفان وسمعت أن فيها معالم تاريخية، وهذا كان حافزا قويا لآتي إلى هنا وزيارة هذا المكان، ووجدته جميلا جدا. سحر الطبيعة والجمال تختصره بحيرة سيفان، أكبر بحيرة في أرمينيا ومنطقة القوقاز على ارتفاع 1900 متر. اتخذت بحيرة المياه العذبة مكانها، احتلت مساحة كبيرة من الأرض، وبهدوئها احتلت مساحة أكبر في قلوب قاصديها. من بحيرة سيفان في أرمينيا، سارة الحاف، الميادين.